وتتجدد فيه الثورة في البحرين. لم يعجز، لم يفل، لم يكل شعب البحرين عن المطالبة. سيواصل الحراك حتى ولو استمر 1000 و2003 حتى تتحقق المطالب. لن نعجز، نحن صامدون إن شاء الله. الحراك البحريني مستمر رغم مرور 1000 يوم على هذا الحراك، ولن يتراجع قبل تحقيق جميع المطالب. وإن شاء الله شعبنا صامد وما بيستسلم أبدا رغم تضحيات الجسام اللي قاعد يقدمها. النظام القمع اللي قاعد يمارس النظام لا يمكن في يوم من الأيام أي بيوقف حركة الشارع.